السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد حياكم الله أخواني في حلقة جديدة برنامج آية وفائدة آية قصيرة ولكنها عظيمة والله وكلام الله سبحانه وتعالى كله عظيم وكله كبير كلام الله هو الكبير سبحانه وتعالى هو العظيم سبحانه وتعالى يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الايه سوره البقره: واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين، الله اكبر. واستعينوا طبعا في اللغه العربيه لما تاتي الالف والسين والتاء طبعا ليس دائما في كثير من الاحيان تاتي بمعنى الطلب. يعني واستعينوا يعني اطلبوا العون. استسقى يعني طلب السقية وَإِذْ إِسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ يعني طلب السقية من رب العالمين لقومه طيب استعاذ يعني طلب العوض إذا طلب اللجوء أستعيد بالله أطلب العوض واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى طيب فالألف والسين والتاء تأتي بمعنى الطلب في كثير من الأحيان وليس دائما لأن أحيانا تأتي بمعنى الكثرة كما قال الله سبحانه وتعالى وَاسْتَغْنَى اللَّهُ سبحانه وتعالى طيب ما لا تعني أن الله طلب الغنى بل هو الغني سبحانه وتعالى لكن بلغ الغاية سبحانه وتعالى في الغنى يعني الاستغناء عن العالمين سبحانه وتعالى فيقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية واستعينوا يعني يطلبوا العون نستعين بماذا يقول الله سبحانه وتعالى بالصبر والصلاة أنت عندك مشكلة أنت عندك ابتلاء عندك ضائقة في حزن في مرض استعن بماذا؟ بالصبر والصلاه، تحتاج الصبر من غير صبر يموت الانسان وينتحر الانسان. لكن شوف شلون الصبر مهم جدا في حياه الانسان. يقول النبي عليه الصلاه والسلام: عجبا لامر المؤمن. هذا العجب يسمى عجب استحسان، يعني امره عجيب وجميل من؟ المؤمن. شلون؟ عجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله له خير في جميع حياة الأمور خير شو المقصود يعني خير يعني دائما المؤمن يحاول أن كل شيء في حياته يحصل منه أجر سواء شيء يسره أو شيء يعني يكرهه شلون الحديث يوضح لنا إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له إن أصابته سراء يعني أمر يسره ترقية ولدت مثلا زوجته العيال نجحوا صار مثلا زواج تخرج طيب ما الذي يفعل يشكر الله سبحانه وتعالى ويؤجر على هذا الشكر نعم المسلم إذا شكر الله سبحانه وتعالى المسلم صادق إذا شكر الله سبحانه وتعالى على ما أنعم الله عليه يؤجر واذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، عباده عظيمه ترى الشكر. طيب اذا اصيب بما يكره هذا الانسان طيب ان اصابته ضراء يقول عليه الصلاه والسلام صبر كان خيرا له. يعني المؤمن بين شيئين وكلاهما اجر. انت يا اما بين شكر على نعمه او صبر على بلاء. على الشكر تؤجر وعلى الصبر تؤجر هكذا يكون المؤمن الصادق الذي يرجو الله سبحانه وتعالى واليوم الآخر أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان قوم قد اختار الإله قلوبهم لتسيرا كان النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال يحمد الله سبحانه وتعالى يعني اذا جاءه امر او خبر يحبه او يعني فيه مسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اذا في شيء يكرهه؟ شيء يضيق صدره؟ قال الحمد لله على كل حال. سبحان الله يعني سواء شيء فيه يعني امر يكرهه ولا شيء يحبه يحمد الله؟ نعم يحمد الله. ويؤجر على الحمد؟ يؤجر على الحمد. بل كما قال عليه الصلاه والسلام والحمد لله تملأ الميزان يعني تملأ ميزان حسناتك الله أكبر يا إخواني خوات الإنسان لما يقرأ هذه الآيات والأحاديث يجد والله الطمأنينة والراحة أن شنو أنا أعلم أن ربي كريم يعطيني حسنات على أي شيء أقوم به أقسم من العبادات أنا متضايق أقول الحمد لله أنا مستانس أقول الحمد لله لك أجر إذا نرجع إلى هذه الآية واستعينوا بالصبر نحتاج قضية الصبر إنسان عنده بلاء فيصبر على هذا البلاء وليعلم أن له أجر عظيم ومفتوح إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يعني مو حسنة إلى ضرب عشرة ضرب مئة لا بغير حساب كم من الحسنات عشرة 100 ألف مليون رب العالمين يعطيك بغير حساب طيب شنو معناته معناته كذلك راحة شلون راحة وأنا عندي مصيبة لأن يعني الله سبحانه وتعالى يعطينا حسنات على هذا الأمر إذا نحتاج صبر والنصر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام واعلم أن النصر مع الصبر ما قال بعد لا معه فهذا معنى شنو الاستعانه بالصبر ان انا امر في مشاكل طيب اصبر متى الفرج؟ متى نصر الله؟ لا نصر الله ات لا محاله لكن متى؟ الحين بعد يوم بعد سنه بعد وفاتي بعد جيل جيلين ياتي نصر الله سبحانه وتعالى مثل مثل ما حدث للنبي عليه الصلاه والسلام هل راى النبي صلى الله عليه وسلم كل الفتوحات لا ما رأى كل الفتوحات نعم هو شهد فتح مكة وشهد النبي عليه الصلاة والسلام يوم الفرقان وغزوة بدر وغيرها من الغزوات لكن ما شهد الفتوحات اللي بعد وفاته عليه الصلاة والسلام ليش النبي عليه الصلاة والسلام عنده يقين أن الله سبحانه وتعالى سيظهر هذا الدين إذا نحتاج الصبر صبر على ماذا نحتاج صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله المؤلمة طبعا كل شيء تقدير الله سبحانه وتعالى لكن يعني في في تقديرات جميلة يعني فيما يظهر لنا واحد لما يأتيه شيء من المال شيء من الهدايا تقدير من الله سبحانه وتعالى هذا يفرحني طيب أنا أحتاج أن أصبر مثلا ويعني أتحمل هذه الهدية لا هذا يفرح الإنسان لكن متى يظهر هذه اهميه الصبر؟ لما يكون في امر يسوءه فقد عزيز او حادث مؤلم او خساره في تجاره او في وظيفه طيب هنا يظهر معدن الانسان واعلم اخي واعلم اختي ان الانسان يبتلى على قدر دينه كما قال عليه الصلاه والسلام اشد الناس بلاء واختبارا الانبياء ثم الامثل فالامثل اشد الناس بلاء يعني الانسان يبتلى على قدر دينه فاذا كان في دينه صلابه يعني انسان ايمانه قوي فرب العالمين يعطيه امتحان اكبر واصعب على قدر دينه شنو معناته؟ معناته في اجر اكثر لكن اذا كان في دينه خفه طيب ضعيف ايمان فيخفف في الاختبار المهم ان احنا نحتاج الصبر على اقدار الله المؤلمه. ليش؟ لان في اجر عظيم اذا الانسان صبر وعلم ان الله سبحانه وتعالى يعطيه الاجر والحسنات الكثيره على هذا الصبر. طيب وكذلك ان الانسان ما يعلم الذي يعلمه ربه والله يعلم وانتم لا تعلمون. اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الصبر عند هذه الابتلاءات جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته